واتفقنا مع الأمريكان على أننا نعالج قضيتين أساسيتين في خلال هذه الفترة هما الحدود والأمن. وقال الأمريكان إذا حصل أي تقدم ممكن عند ذلك أن نذهب للمفاوضات غير للمفاوضات المباشرة. وأبلغنا الأمريكان بأنه يجب أن يفك هذا الحصار، بمعنى أن تفتح كل المعابر الإسرائيلية أمام كل احتياجات قطاع غزة، ثم أن تكون هناك لجنة، هذه اللجنة للتحقيق منسجمة أو متوافقة مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن.